ازيكم يا جماعة؟ ياريت يا ريت توضحولي الصوت ظاهر ولا لأ يا ريت توضحولي الصورة معقولة ولا لأ ولا ايه الدنيا عشان خاطر نبدأ على طول مش عايز ده وقت كتير أنا عارف إن في نهائي دوري أبطال أفريقيا وأنا نفسي حابب أتفرج عليه ف إن شاء الله مش هطول أوي في الكلام وبرضه أسمع منكم ردود أه أنا جاي أتكلم عن موضوع شائك يعني موضوع شائك او أنا عارف إن هو شائك عشان كده قررت ان يبقى لايف عشان خاطر ناخد وندي مع بعض منورين يا شباب مهم أو عندي ان قبل ما يعني طبعا مش هعرف ابدا الا لما احس ان الناس بدات تكتر لكن انا مهم عندي انه انه الموضوع ده لأنه هو شائك جدا فلازم يبقى بلايف صعب تكتب صعب لان هتلاقي كومنتس كتيره وتقعد ترد على الناس وكده صعب ان انت تعمل فيديو بس مش لايف عشان خاطر برضه هتلاقي فيه ردود وبالتالي هنضطر نرد فممكن يكون في ناس عندها وجهه نظر معينه فالناس اللي بيبقى عندها وجهه نظر عندها يعني حاجه ممكن تكون انا فايتاني حاجه مقنعه عليا حاجه مش مقنعه عليا اعرف ارد عليها لكن في في المواضيع الشائكه قوي دي اللي هي ما تحملش راي واحد لا ده انا عايز اخد ودي معاك فيها اكتر اعتقد ان هو مهم ان يبقى الموضوع لايف مش فيديو ما اعرفش أه الناس بتزيد دلوقتي احمد خشاوي وبالتالي هستنى شويه أه عشان نبدا الموضوع الشائك ده زي ما قلت لكم بوضح تاني انا ليه عملت لايف ليه مش عمل عملتش فيديو ليه ما بوست أه عشان خاطر انا عايز استفيد منكم لو انا جايز حاجه فايتاني جايز تكون حاجه في حاجة في حاجات فايتاني الموضوع الشائك ده طبعا هو الشغل الشاغل لاغلب الناس دلوقتي في مصر يعني ان هو الموضوع الدوري وازاي يتم اختامه وازاي ازاي ان احنا الدوري لا يخلص قبل كاس الامم لا الدوري يخلص بعد كاس الامم لا لازم كل الفرق تلعب في نفس الوقت لا مش لازم بس الزمالك لازم يلعب الفرق اللي مش هابطه قبل ما تفقد يعني اللي هي مهدده بالهبوط قبل ما يفقد الماتش معناه وكل الكلام ده <applause> انا عندي كام كلمه كده وبعدين قولوا لي نهاية كاس نهاية كاس الملك لغايه دلوقتي ما حاجه عن نهاية كاس الملك واضح انه محدش حدش هيذيعه للاسف يعني زي ما حصل مع كاس ايطاليا ويعني مكتوب على مشجعي فالنسي، اول نهائي يحضروه مساء الفل عليكم على جميع مساء الفل يا استاذ مجدي مكتوب علينا يعني بعد 11 سنه من النهائي ما لعبناش في نهائي ان احنا يحصل كده مش هطول عليكم اكتر من كده بدات الناس تكتر انا عايز اسال سؤال الاول هو في كام فريق بينافس على الهبوط في الدوري اكتر من نص الجدول صح طيب آه، الزمالك اخر كام ماتش لعب فيهم في الدوري هل هو يعني هو دلوقتي عنده ماتش مع حرس الحدود ماتش مع الجونه الفريقين اللي هو يعتبروا مهددين بالهبوط مع اعتبار ان هم ممكن جدا آه ما يكونوش مهددين بالهبوط او على الاقل فريق منهم ما يكونش مهدد هبوط بعد مباراه آه اللي هي بعد بكره اظن آه او يوم الاثنين بالظبط يوم الاثنين اه هيلعبوا ممكن فريق منهم ينجو وبناء على الكلام ده عامر حسين اخترع اختراع كده ان هو الفريق اللي هيستمر مهدد الزمالك هيواجهه مش العكس يعني في ناس هتقول لك ده بيطبخ عشان خاطر الزمالك ينقوا الفريق اللي اللي خلاص نجا من الهبوط وبالتالي المباراه تفقد معناها الحقيقه انه لا الفريق لو في فريق منهم استمر في المنافسه على البقاء الفريق ده هيلعبوا الزمالك فدي نقطه لأنه نقطه مهمه لانه انا الاول لو تفتكروا انا نزلت بوست بشتم في الموضوع اصلا بقول ده تهريج لانه كل واحد الاهلاوي هي هيقول ان ده بيطبخ للزمالك ان هو لا هيظبطوا لي الفرقه اللي هي مش مش هابطه وفي نفس الوقت قصدي الفريق اللي هي اللي هو هبط او على الاقل ضمن البقاء والعكس صحيح بالنسبه لمشجع الزملكاوي هيشوف العكس هيقول انه انه لا ده ده انا عايزين يلبسوني في الماتش اللي هو ايه مع الفريق اللي هو لسه ما ضمنش البقاء لكن اتضح ان هو اه هم ان الحقيقه اتضحت ان هو عامل حسين قال انه لا الفريق اللي هيستمر في المنافسه على البطوله على البقاء او الهبوط يعني هيكون عنده هدف من المباراه هو اللي هيواجه الزمالك ورغم ان انا شايف ان ده في ضرر للزمالك ان يواجه فريق اللي هو مستمر بس انا شايف ده ضرر لابد منه شوف عشان خاطر انا بقول لك إن انا زمالكاوي والناس عارفه ان انا زملكاوي ده ضرر لابد منه لانه طبيعي لو في فريق ممكن عنده فرصه ان هو يواجهه بمباراه بمعنى اكتر في حاجتين مهمين بقى في النقطه دي اولا الاهلي الزمالك اسف مش هو تسبب في الموضوع ده يعني مثلا ما طبخش الموضوع ده ما حد هو في النهايه الزمالك حصل الموقف ده بسبب ان هو لعب في الكونفدراليه النقطه الثانيه اللي فايته الناس انه صحيح الزمالك في بعض الفرق ممكن يلعبها بدون معنى لكن في مباراه الاهلي اللي هي مباراه الاهلي والاسماعيلي المباراه مؤجله من ديسمبر اللي فات ولو لعبت من سبعة ايام بالظبط او اقل يمكن كان هنشوف انه انه الاهلي بيلاعب فريق مهدد بالهبوط الاسماعيلي صحيح كفريق كبير وفريق يعني لا يليق اصلا ان احنا نتكلم على فكره ان هو مهدد بالهبوط لكن الاسماعيلي من اسبوع بالظبط يا جماعه كان مهدد بالهبوط مع ذلك الاهلي اللي هو ده بيلعبوا ماتش مؤجل واحنا بنتكلم في ماتش مؤجل الاهلي لعبوا بعد ما ضمن البقاء هل احنا كده نقول ان هي اتطبخت للاهلي هل ان هي اتظبطت للاهلي لا هو الموضوع في دي بالذات يعني ممكن في حاجات انا كزملكاوي اشوف ان هي اتطبخت لها لكن في دي مش هقدر اعترض قوي لان هو في النهايه الجدول ده اتحط من بدري ما حدش كان عارف الاسماعيلي هيبقى فين ولا حد كان عارف هيبقى ده كذا فين المباراه رغم ان هي مباراه اهو بقول لك من خمس شهور المباراه دي كان ممكن تلعب في اي لحظه من اللحظات دي كان الاسماعيلي مهدد بالهبوط لكن لغايه اسبوع بالظبط اسماعيل ضمن البقاء بعد ما فاز الداخليه هل انا اقدر اقول بقى كده ان الاهلي لعب مباراه بدون معنى هل ده هل ده برضو مش ده ممكن نتكلم في الطرح ده؟ ده طرح ممكن يبقى فيها وجهه نظر، لو حد عنده راي في النقطه دي بالذات يقول لي، يعني ان الاهلي لعب مباراه الاسماعيلي وهو الاسماعيلي ضمن البقاء رغم انه من اسبوع واحد كانش ضمن البقاء وفي صراع الهبوط موجود في صراع الهبوط كان عنده 38 نقطه، لو خسر الماتش ممكن جدا يدخل في صراع البقاء. بالتالي الاهلي لعب مباراه بدون معنى، بالزمالك اللي لعب مباراه او مباراتين يعني ممكن يلعب مباراه واحده بدون معنى او مبارتين بدون معنى. لانه كنا اغلب الفرق كانت بتنافس على الهبوط انا ممكن افهم حجتك فعلا ان الزمالك بيلاعب الفرق اللي هي ضمن صناع الهبوط لو الزمالك اخر ماتشين ثلاثه كان بيلعب فرق مش ضامنه قصدي البق... فرقة خلاص يعني في وسط الجدول ومش فارقه ومع ذلك بيجنبوه الفرق اللي هي بتصارع الهبوط لكن الحقيقه انه لا الزمالك كويس يلعب وادي دجله وادي دجله كان بيصارع الهبوط الزمالك كان بيلعب الداخليه اخر فريق كان اخر يعني اخر مباراه كان للداخليه امل فيها هي مباراه الزمالك والزمالك لعب الداخليه ما حصلش ان تم تاجيل مباراه الداخليه ما حصلش تم تاجيل مباراه وادي دجله بالتالي مش منطقي ابدا ان حد يقول لي لا الزمالك بيتم تجنيب المباريات اللي هي فيها صراع الزمالك لعب وادي دجله والداخليه فدي نقطه النقطة الثانية بالنسبة لكابتن سيد عبد كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم عن تكافؤ الفرص وبيان النادي الاهلي عموما بيتكلم عن تكافؤ الفرص. الناس بتاعت جم... الناس يعني المحترمين من جماهير الاهلي بيتكلموا على فكره انه مباراه فالنسيا وبرشلونه يا جماعه مش منقوله حتى الان على اي قناه عربيه وواضح جدا ان مش هتنقل على اي مباراه على اي قناه عربيه للاسف الشديد انه بيتم الشكوى ان الاهلي لعب مباريات كتيره جدا مضغوطه في شهر فبراير او هكذا السؤال ده هل انا مثلا وانا ماشي كده ماسك صينيه فيها كوبايه ميه وهب الكوبايه دي وقعت مني وقعتها وقعتها بسببي يعني بسببي انا وقعت الكوبايه دي هل انا اشتكي من ان هم كلفوني ان انا امسح الارض؟ لا طبعا لانه انا السبب في الموضوع انا اللي حطيت نفسي في الموقف ده انا حطيت نفسي في الموقف ده الاهلي كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا بتاع مباريات الترجي اللي هي يعني دوري ابطال افريقيا 2018 براحه شديده قبل ما يخش في معمعة المباريات المطلوطة دي براحة شديدة ده ابلغ ابسط وصف يتم القول عليه 13 يوم بعد يلعب مباراة النهائي راحة لغاية لما لعب مباراة لعب مباراة رأس اكتر من مباراة كانت فيها راحة شديدة مبالغة في الراحة ومش دي اول مرة يعني حصل قبل كده لما كنا في كان الاهلي كسب النجم الساحلي وكان هيلاعب الترجي او العكس ماتشين ورا بعض في تونس بس دي مش البطولة دي يعني بطولة 2017 ما اذكر قالوا خلاص لغينا لك الماتش اللي في النص وهتلعب الماتشين يعني تقعد خليك في تونس الاسبوع ده بالم... بالمناسبه يعني دي كانت كانت عملت مشكله للاهلي في في الفتره دي يعني لانه الناس اشتكت أنه حصل ملل جوه لا. بين اللاعبين لكن دي مش موضوع مش موضوعنا وبالتالي نفس الموقف مثلا بتاع الزمالك اللي هو تم تاجيل مباراه في النص ما بين مباراه ذهاب والاياب امام النجم الساحلي فهو ده اللي بتكلم فيه في تاجيلات ممكن تبقى لكن الفكره في الراحه الزياده جدا يعني التاجيل ممكن يحصل تاجيل يعني انا مش يعني رغم ان أنا كان عندي تحفظ كبير على التاجيلات المبالغ فيها للاهلي في دوري ابطال افريقيا 2018 تاجيلات كبيره جدا لكن آه 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 الاهلي تم تاجيل مبارياته بشكل مبالغ فيه بالتالي هو اللي دفع الثمن ده انه يضغط ضغط مبارياته هل هو مست... يعني هل مطلوب من الاهلي يلعب انه يقعد ثمان ماتشات تاجله في الدور الاول ويلعبه في الدور الثاني مرتاح مثلا ما احنا كنا ساعتها الاهلي هو اللي هيقعد يتكلم على موضوع دوري انه كاس الامم بننهي قصدي دوري بننهيه بعد كاس الامم. النقطة الثانية في نقطة وإن كنت أنا مش مؤيد ليها تماما لأن أنا شايف أصلا يعني أنا أنا بحب دايما أحط نفسي في مو في مكان الشخص الثاني. لكن الحقيقة إنه دي القصة ال ال دي هي اللي بدأت عند جماهير الأهلي وفكرة إنه إيه؟ ليه فاكرين لما الزمالك هو بيراميدز اعترضوا على موضوع الماتش اللي يتلعب يوم 28 والقصص دي؟ قال لك ليه الزمالك وبيراميدز ما اشتكوش وقت ما الجدول نزل وبصراحه دي كانت بالنسبه لي مش حجه دي بالنسبه لي مش حجه وده مش رد هقوله الجميل الاهلي انه ليه الاهلي ما اعترضش على الجدول الدوري بعد قبل ما يتعادل مع الاسماعيلي يعني الاهلي ما اعترضش على جدول الدوري قبل ما يتعادل مع الاسماعيلي جه دلوقتي بيعترض رغم كده انا برضو مش هروح للنقطه دي لان رغم ان هي تم استخدامها الجزء الثاني بالنسبه للمؤجلات جميل سمير بيكلمنا عشان نبدا نخش في سمير بيقول لي طب انا عايز اسالك سؤال الزمالك ليه هو بيراميدز وما لعبش غير مؤجلاته والزمالك فضل 14 يوم من غير مباراه يا ريت تقول لي ايه 14 يوم من غير ولا مباراه لكن انا هقول لك على ماتش بيراميدز ماتش الاسماعيلي اللي هم اصلا الزمالك بالنسبه له كان فيه تضرر ليه ماتش بيراميدز اتاجل بسبب الاهلي اصلا لانه الاهلي اعتذر عن مباراه السوبر السعودي وبالتالي الزمالك ما قدرش انه يلعب ماتش بيراميدز لان هو كان الامن رفض ان ماتشين يتلعبوا في القاهره في نفس الوقت ماتش الاهلي وماتش الزمالك والاهلي ما كانش ينفع ماتش بتاعه يتاجل لان يوم لان هو كان عنده ماتش في دوري ابطال افريقيا بالتالي الزمالك هو اللي كان المفروض يتاجل الامن قال مش اه, آه ساعتها انه بقى في فرق يومين ونص تقريبا ما بينه وبين ماتش السوبر السعودي الزمالك اصلا قال له انت عايزين نلعب ماتش ماتش السوبر السعودي انا مش هينفع على ماتش بيراميدز وهكذا وبالتالي عشان الزمالك ينقذ الموقف والعلاقات المصريه السعوديه والقصص الطويله دي الزمالك لأ تم تاجيل المباراه ودي ما كانتش عامله مشكله الماتش الثاني بتاع الاسماعيلي ده اصلا الزمالك اللي بيتضرر فيه يعني لو احنا يتم استخدام المباراه دي علشان يتم ادانه الزمالك انا وضحت النقطه دي قبل كده ماتش الاسماعيلي ده ما كانش ذنب الزمالك بل بالعكس ده كان بطلب من الاسماعيلي وكان بسبب خناقه بينه وباتحاد الكوره والزمالك تضرر في النقطه دي لان الاسماعيلي كان في احط مستوياته بعد الخروج قدام دوري ابطال أف... في دوري ابطال افريقيا وكان الزمالك في عز مستوياته في بدايه يناير الاسماعيلي ساعتها حصل كان زمان الاسماعيلي عنده مباراه يوم 27 او يوم 28 مع مولين العرب 27 وعنده ماتش يوم 1 يناير قدام الزمالك تم الاسماعيلي اشتكى ان ماتش 27 ده هيبقى بعد 24 ساعه بالظبط او اقل من وصول بعثه الاسماعيلي لمصر لانه كان عنده فوجين هيرجعوا يوم 24 26 مباراه اظن كانت في الكاميرون باين 24 26 ويرجعوا يلعبوا ثاني يوم طبعا الاسماعيلي اشتكى وحصلت قصه كده تم حصل يعني الامن تدخل فيها في اسماعيليه انه الاتحاد الاول نقلوا الماتش لاسماعيليه عشان خاطر يبقى اسهل بالتالي الامن بتاع اسماعيليه قام قايل انا مش هنظم الماتش في اليوم ده طبعا زي ما بنحصل بنشوف ان الامن ساعات بيحصل يتدخل زي مثلا ما حصل ان هو انقذ الموقف بالنسبه للاهلي لما اتحاد الكرة فرض انه يلعب الاهلي بيراميدز لكن انا مش هتدخل في قصه الامن رغم ان هي شيء بقى سيء جدا في فكره ان احنا بقى الامن هو اللي بيحدد المباريات لانه الامن المفروض ما يبقاش تدخله بالحجم الكبير ده لكن هي دي مشكله الزمالك اصلا فساعتها ام الاسماعيلي تم تاجيل مباراه المقاولين ليوم 1 يناير وتم تاجيل مباراه الاسماعيلي الزمالك خالص رغم ان الزمالك كده تضرر فمحدش يجي يقول لي الزمالك تم تاجيل مباراه الاسماعيلي تم تاجيل مباراه الاسماعيلي بالعكس الزمالك كان متضايق اصلا انه بيلعب مش مباراه الاسماعيلي فدي نقطه مهمه جدا لازم الناس تبقى فاهماها يعني هل من ال... كريم محمود ممدوح انا يهمني جميل الاهلي اكتر من جميل الزمالك جميل الزمالك عارفه كل الكلام ده يعني عارفه وجهه نظري اكتر هل من العدل ان انا اضغط كل 3 ايام وانت و... لا وتخلص الموسم اخر يوليو ازاي يعني قولوا الحق ده انتوا مليون سنه بتتكلموا على العداله بص يا كريم اولا اولا انت اتاجل لك عدد كبير جدا من الماتشات انا ما اتاجليش عدد كبير من الماتشات انا تأجل لي ثلاث ماتشات تقريبا حد عد... اتاجل لك ثمان ماتشات ثمان ماتشات رقم كبير جدا يا كريم ولا انت مش موافقني ثمان ماتشات بالتالي منطقي جدا انت هيتاجل لك الحاجه الثانيه اللي انت مش واخد بالك منها ان الزمالك بيتاجلوا ماتشات قبل ما الدوري يخلص على طول يعني الدوري قبل ما الدوري يخلص على طول لو الزمالك كان بيلعب في الكونفدراليه بتاعه 2018 ما كناش بنتكلم دلوقتي كان الزمالك اه ممكن نعرف نظبط له الماتشات لكن الزمالك لغايه دلوقتي بيلعب في نهائي الكونفدراليه يا كريم الزمالك لغايه دلوقتي بيلعب في نهائي الكونفدراليه ازاي يلعب خمس ماتشات بعد ما تنتهي الكونفدراليه فهمني ازاي هتعملها ازاي دي وفي معسكر المنتخب وفي كاس امم وده اللي هيجر لي نقطه كمان ان محدش يلوم الزمالك يا جماعه على اي حاجه لان كاس الامم دي هي اللي تم طلب من مصر هي اللي تنظم البطوله مش الزمالك اللي هم قال لهم من فضلكم يا جماعه انا عايز انظم خلوا مصر تنظم كاس الامم وانا متحمل المسؤوليه لا الزمالك متحمل ايه ما تحملوش الزمالك في لان الزمالك كان عنده ايه كاس الامم تم الطلب من مصر ان هي تنظم البطوله لو مصر مش قادره تنظم البطوله وان هي تخلص الدوري كان هم يتم لوم اللي عمل الكلام ده فهي دي النقطه يا جماعه الزمالك مش عليه لوم لانه في النهايه الزمالك يعني ايه تقريبا هيلعب ايه هو ايه ما ينفعش ابدا ان انت تطلب منه يلعب يوم 29 بعد الكونفدراليه لان يومين ونص والاهلي ارتاح 13 يوم عشان يلعب بعد ما يلعبش ماتش وما كانش في الدوري راح يلعب الوصل الاماراتي في البطوله العربيه بالتالي انت لما بتكلمنا عن التكافؤ انا مش عارف انت ازاي بتجيب التكافؤ في النقطه دي فريق متاجل له 8 ماتشات فريق اه... هنخش في النقطه دي تاني اللي انا عدت وزدت فيها كتير قوي يا جماعه قلت لكم على فكره انه الاهلي تم تاجيل بعض المباريات القويه ليه لفتره يناير زي ماتش المقصه ماتش المقصه ده كان بحجه ايه بحجه ان المقصه بنفس على الدوري بالتالي ما ينفعش ان الاهلي يلعب مقصه هنغير في الترتيب عشان خاطر الاهلي يلعبوا بعد يناير وده كان مش مظبوط مش مظبوط يعني كلام مش مظبوط ما ينفعش ان احنا نغير في الترتيب اه ممكن اجل ماتشات كتير رمانو غلط لكن اوكي اجل ماتشات العبها بالترتيب ما ينفعش الكلام ده بيسايد كمان ان الزمالك حتى حتى وهو بيلعب في الدوري ده وهو بيلعب في الدوري ده يا جماعه اللي إيه بيلعب الحرس ولا بيلعب وادي دجله ولا بيلعب الجونه ولا بيلعب وتيفر مش مترتبه الماتشات على هواه يعني الماتشات بتتلعب بنفس الترتيب الزمالك ما طلبش حاجه بل بالعكس الزمالك ما اعترضش على فكره ان هو هيلعب الجونه او الحرس رغم ان المفروض الزمالك يلعب الحرس لو الزم... يعني لو الحرس نجا لو الحرس نجا إيه 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 من حق الزمالك يلعبه لان هو ده الترتيب مع ذلك الزمالك ما اعترضش لا هلاعب الفريق اللي هو ممكن يبقى مهدد بالهبوط اظن مفيش اكتر من كده يعني انا عشان خاطر لو الحرس نجا والجونه فضل موجود الزمالك هيروح يلعب الجونه اللي هو مش ترتيب الماتش اللي هو يلعب الجونه اللي مش ترتيب الماتش عشان خاطر بس الامور تمشي مع بتروجيت يفتت لي ماتش يتلعب في اخر جوله مع بعض لكن ده الزمالك مش ذنبه بيسايد اخر حاجه عايز اقول عليها ان الاهلي بيتكلم على فكره انه الماتشات لازم تخلص في نهايه الدوري مع بعض في نقطتين اولا الزمالك ما مانعش الموضوع ده ما مانعش ان الماتشات تخلص في نهايه الدوري يعني انه انه إن إن نشوف بقيه الماتشات خلاص عايز تاجل ماتشات الباقيه روح اجلها مع ماتش الاهلي والزمالك ما عندوش مشكله الزمالك لكن ما تلعبنيش ماتش الاهلي في وسط الموسم وانت اصلا تجنبت الاهلي انه يلعب في ديسمبر اللي فات ماتش الزمالك وخليته نقلته له 30 مارس من ماتش دور الاول بقى في دور الثاني والظروف اتغيرت خالص الناس بتتكلم على بقى الظروف اللي بتتغير وان فريق هابط من في الترتيب ومباراه تفقد معناها فريق اهلي كان بيعاني في ديسمبر وشوف شتان بين الاهلي في ديسمبر وشتان بين الاهلي في مارس فدي نقطه دي كلها نقط الحاوطه الاخيره ان الزمالك مهما عملت ومهما لفيت ومهما دورت الزمالك هيلاعب واحد بس من الحرس او الجونه في نفس وقت بتروجيت لان هما الاثنين مش هيلاعب الزمالك مش هيلاعب الاثنين في نفس الوقت الزمالك مش هيلاعب الاثنين في نفس الوقت يعني ما ينفعش ان انا بتروجيت يلعب والناحيه الثانيه يا جماعه الحرس والجونه بيلعبوا في نفس الوقت لو هم يعني فضلوا مستمرين في صراع البقاء ما هو الزمالك الاثنين هيلاعب الفريقين دول باقي لهم الزمالك الاثنين الزمالك هيلعبوا في نفس الوقت فبلاش يعني نألف كلام يعني في ناس بتألف كلام فعلا الزمالك لازم يلعب كل ماتش لازم بتروجيت يلعب في نفس وقت الحرس والجونه ازاي يا جماعه؟ حد يألف في... يعني اخترع لنا ازاي؟ هل الزمالك هو السبب في القصه في العك اللي حصل من الاول ده؟ ما ينفعش كلام يا جماعه بصراحه يعني انت بتكلم كلامك من الماتش الاهلي اتاجل ليه قبل ماتش الوسط عشان معسكر منتخب ولا انت مش متابع غير الزمالك بس مش مش فاكر مش فاكر بس ده على ما اذكر ان الاهلي ما لعبش في الفتره دي ايه تاني الاهلي عايز ينهي الدوري قبل امم افريقيا بس الكاس عادي يتلعب بعد بره. ده مهم برضه نقطه يقول لك عشان الانديه تجهز وعشان الاهلي يظبط اموره طب ما الاهلي عنده كاس الاهلي عنده كاس وفي فرق تانية مكمله في الكاس يعني فرقة تانية مكملة في كاس وهتستمر لعبتها موجودة، هنعمل إيه بقى في الكاس؟ الكاس مش هو ممكن نستعجله شوية مع بيراميدز بما إن الدوري كده كده صعب ينتهي، هل مش ممكن الأهلي كان يلعب بيراميدز؟ الأهلي مش عايز يلعب بيراميدز، معرفش ليه؟ يعني الأهلي أصلاً أنا في رأيي الأهلي ممكن جدا يقف على حيله لو كسب بيراميدز، ولو خسر من بيراميدز برضه أفضل ليه في حاجة إن هو مش هيخش قبل ماتش الزمالك او يعني لو هو مفترض يعني يلعب ماتش بيراميدز قبل ماتش الزمالك ده المنطقي والعقلاني لان هو هيبقى الزمالك عنده ثلاثة ماتشات بعد الكاس الامم لو يعني مشيت العداله زي ما كان ينبغي والاهلي هيبقى عنده ماتشين بس الاهلي يلعب ماتش بيراميدز هو الثالث كمان لكن لو فرض يعني انا لو اهلاوي يعني او وجهه نظري ان الاهلي يلعب بيراميدز دلوقتي ان شاء الله لو يعني لا قدر الله بالنسبه للاهلاوي الاهلي خسر خلاص بقى مشاكل من قبل الكاس والناس نسيت وغيرنا المدرب وانتهينا ونبدا نركز في الماتشين الباقيين في الدوري لكن انا لاعب البيراميدز ومهدد ان اخسر من 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 بيراميدز وساعتها اروح ألعب الزمالك او العكس حتى لما بلاعب الزمالك وممكن اخسر فالاقي نفسي هخسر كمان من بيراميدز تبقى مصيبه كبيره قصه يعني فمعرفش يعني انا مش قادر افهم انا قلت كل اللي عندي في الموضوع ده بصراحة لو حد يعني يناقشني اكتر ما أعرفش احمد مجدي خضر كل ده بسبب اتحاد الكره والمجاملات انا ما أعرفش انت اهلاوي ولا زملكاوي لكن طبعا انا شايف ان حصل مجاملات كتيره وحصل تاجيلات كتيره والزمالك عشان برضو اكون حقاني الزمالك اتشجع ان يطلب مؤجلات كتيره لان هو كان الاهلي بيعمل مؤجلات كتير الزمالك ساء فيها في بعض الاحيان ممكن لكن ده بسبب ان الفريق تاني محدش طالبني يقول للزمالك الزمالك بيظلم الاهلي والاهلي بيعاني من عدم التكافؤ تكافؤ ايه يا جماعه نقطه كمان بالنسبه للتكافؤ يعني دلوقتي انا الاهلي اللي بقاله خمس ست سبع ثمان سنين ما بيلعبش في اسماعيليه طبعا بورسعيد بعيدا عن اللعبة لان ما فيش حد ما فيش ماتشات بتلعب فيها اصلا الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه ما بيلعبش في اسماعيليه؟ محدش يعرف ليه ما بيلعبش في اسماعيليه؟ محدش يعرف طب الزمالك لو افترضنا ان الزمالك يعني ان الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه بسبب ان الوضع الامني لو انا منطقي لو انا بسعى بقى للتكافؤ يعني لو انا بسعى للتكافؤ يبقى الزمالك ما يلعبش وكمان في اسماعيليه رغم ان ده ظلم الاسماعيلي يعني انا برضو مش موافق على الظلم الاسماعيلي لان الفريق الاسماعيلي من حاول يلعب الاهلي والزمالك فعلى ارضه لكن لو افترضنا بقى ان التكافؤ الفرص في الصداره يعني يبقى طالما الاهلي ما بيلعبش اسماعيليه والناس بتقول لك خلاص يعني في تهديد للحياه رغم ان ده وهم كله لكن في تهديد لحياه الاهلي خلاص ما فيش مشكله موافقين طبعا ما يه... يهمنا سلامه الجميع خلاص يبقى الزمالك ما بيلعبش اسماعيليه برضه ومع ذلك الناس بلعت الموضوع ليه بلعت الموضوع لان السنه دي قلنا خلاص المباراة اتنقلت للسويس مباراه نهر في السويس الزمالك راح لاعب راح لاعب الاسماعيلي في السويس بدون مشاكل يجي الابني يقول لك لا الاهل ما يلعبش في السويس هل ده كلام هل ده منطق هل ده سعي للتكافؤ الحقيقه يا جماعه هل ده منطقي آه يقولك يقول لك لا اصل أسل... لسه كنت شايف واحد صح آه يعني واحد بيرد على واحد صح بيقول له لا السويس كمان مدن القناه وفيها مشاكل فيها مشاكل ايه ما هو الاهلي لعب كتيره في السويس لا لا في بطوله افريقيا كتير في السويس, السويس. ده الاهلي ساعات كان هو اللي بيختار السويس هل ده منطقي هل ده منطقي يا جماعه تكلمنا عن التكافؤ وكل الكلام ده بيحصل يعني يا جماعه الواحد بيحاول يعني عدي وعلى فكره انا حتى باخد على راحتي على تويتر اكتر شويه على يعني بعتبر ان انا الناس خلاص انا اتطبعت بطبع معين في تويتر الناس يعني بحاول انا اثبته خلاص ناس تبقى عارفه احمد عطا انه ممكن يتكلم في الحاجات دي حساس شويه في فيسبوك بحاول امسك نفسي قدر الامكان اتكلم كل فين وفين لك الناس يقول لك التكافؤ التكافؤ ايه يا جماعه فين الاهلي يم... انا ذنبي ايه بقرار الامن خلاص ذنبك ايه بقرار الامن بل... يعني لو هنمشيها بالامن خلاص ذنبك ايه بقرار الامن يا يوسف ما هو الامن ده كان موافق على الاهلي يلعب في السويس ومع ذلك يا سيدي ماشي الامن موافق الزمالك بقى نيجي نقول ان الزمالك هو اللي بيستفيد من عدم التكافؤ لا في استفاده من عدم التكافؤ يعني حتى لو افترضنا انه حاجه غصب عن الاهلي خلاص يبقى تاجيل الماتشات او لعب الزمالك ضد فرق ضمن الهبوط او ضامنة البقاء مش ذنب الزمالك ببساطه يعني فمش معقول يا يوسف الكلام ده والله يا جماعه يعني انا مش عارف طيب علاء احمد بيكلمنا على موضوع قائمه المنتخب حاول اقرا لو في اي صديق من ضيوفنا يعني حبايبنا من مشجعي الاهلي لو عنده اي رد انا والله والله العظيم والله العظيم انا فاتح اللايف ده عشان جميل الاهلي اكتر من اي حد تاني عايز افهم وجهه نظره في الموضوع عشان احد اتجنن يعني ايه السيد عبد الحفيظ بيقول لك ده عايزين التكافؤ تكافؤ يا جماعه تكافؤ انت هتجننونا يعني تكافؤ ايه عايز حد يقنعني هل لو حد يمكن حد يبقى عنده وجهه نظر معينه حاجه فايتاني حاجه كذا ف خلاص انا مصدقك يا يوسف ان التاجيل بعد افريقيا في معسكر منتخب مصر وتونس مصدقكم لكن في النهايه الاهلي تاجل له ماتشات كتير ولا انتوا مش موافقيني تاجل له ماتشات كتير قوي بالتالي عنده ترك الثمان ماتشات ما تقنعنيش يعني الزمالك لعب نفسه مشواره دوري ابطال افريقيا نفسه مشوار الزمالك في الكونفدراليه صح يعني الزمالك اهلي وصل الفاينل الزمالك وصل الفاينل هل الزمالك اتاجل له ثمان ماتشات ما تاجلوش ماتشات فحاجه غريبه جدا اوكي يبقى انا غلطان في موضوع الماتش اللي بعد الترجى 13 ماتش 13 يوم عشان خاطر المنتخب ده عندي وانا اسف جدا لكن الباقي في 8 ماتشات اتاجلوا ما ليه او مش معرفش ليه كتير مبالغ فيه تمام ماتشات الاهلي لعبوا الدور الثاني بصفقات الدور الثاني ده مش منطقي اصلا لكن ماشي لكن ماشي يبقى تتحمل بقى انت نتيجه الموضوع يا جماعه لما فريق ما يلعبش ثمان ماتشات متوقع جدا انه في دور التاني الناس تشتكي ان كان الاهلي تم حد ظلم حدش ظلمه لا حدش ظلمك انت اللي رميت الكوبايه المثال اللي قلته انت رميت الكوبايه بالتالي اتحمل تركت بقى الكوبايه ده رميتها بارادتك الحرة ولا الاهلي كان فاكر ان ما حدش هياجل له طبيعي كان الماتشات قصدي هتتلعب يا جماعه طيب اه. ايه تاني حجه الامن يوم ماتش المقاولين كان بسبب ماراثون زايد او حاجه كده طيب كويس يعني كان في حجه للاسماعيلي عموما انا عايز اقول ان في النهايه لما حد يجي يعاير الزمالك ان هو تاجل ماتش الاسماعيلي يبقى عارف الماتش ده اتاجل ليه ده ماتش اتاجل بسبب الاسماعيلي مش بسبب الزمالك والزمالك كان متضايق اصلا لان الزمالك كان فرصته يكسب اسر اسهل يعني لان الزمالك كان في عنفوان مستواه وبالمناسبه بمناسبه نلعب عادي من غير دولين عليا وعليك عطى كل فريق عنده اربع دولين ده دو قمه العاد طبعا الكلام ده مش مز... مش مش تمام خالص يا كريم لانه من حق كل فريق يلعب بكل اللاعبين بتوعه ده كلام مش مظبوط تماما مع كامل الاحترام ليك يعني لان ما تنساش كمان في لعيبه مش مش مصريين هيتم سحبهم من الفريقين لكن الزمالك لعب مباراه من غير ال... إيه تم لعب مباراه من غير خالد بوطيب مثلا يعني لو افترضنا خالد بوطيب ده يعني لاعب له قيمه ويضطر انه يروح يي يي يملس كده على منتخب تونس انه يسيبه فرجان الساسي ودلوقتي الزمالك بيدفع ثمن الموضوع ده لعب قدام المقاولين ماتش من غير في من غير خالد بوطيب واضطر انه يعمل جميله عند منتخب تونس يعني بقى عندهم جميله ليه فيرجاني الساسي الزمالك بيدفع ثمنها دلوقتي ان يعني فرجاني ساسي بي... اسف الكلمه بيتدلع شويه ما بيستعجلوش اصابته ما بيستعجلوش عودته من الاصابه في منتخب تونس وده حقهم طبعا الناس طبعا شافت شافت الزمالك بيتحطنوا على الطبطاب انه خلاص انت هسيب لك سيب لك فرجان يلعب ماتش زياده على التوقف الدولي على مقابل انت تسيبه لي يعني انت في مب... خلاص الفرجان ما, بي... ما, يعني ممكن جدا هو كان يكمل علاج هنا في الزمالك وخلاص ويخلص نفسه كان ممكن يلعب الفاينل لكن واضح ان في استرخاء واضح في انه بالراحه بياخدوا الامور بالراحه والزمالك بيدفع الثمن ده الزمالك لعب ماتش مقاولين في ظروف زفت بس يمكن دفع الثمن ده وانا ما حدش اعترض خلي بالك الزمالك ما حدش اعترض في النقطه دي لان الزمالك طلب التاجيل بالتالي حصل اتفاق وطلب التاجيل ودفعه الثمن بس ما حدش جه بقى الزمالك قال لك ايه انا مظلوم انا كذا انا كذا ما هو الزمالك انت يا زمالك اجلت ماتش بتاع المقاولين عشان قبل ما بين ماتش ذهاب وعوده اظن كان النجم الساحلي ولا مين ولا ولا حسنيه اغادير ودفعت الثمن بعد كده انت لعبت ماتش مقولين من غير خالد بطيب بس ما حدش قال بقى ان الزمالك بيضحي وده اللي انا عايز اقوله ان انت الاهلي اجلت مواعيدك كبير جدا من الماتشات بالتالي لما رجعت تاني بنتكلم في إنه هو يلعب ماتش مضغوطه ده المتوقع ببساطه يعني أه ولا تغطية مباراة اليوم والوداد والترجي ما لا ما تقلقش انا هتفرج على الماتش ان شاء الله وهكتب عنه حاجة باذن الله يعني. أه ابراهيم مينيسيو عدل قيه اقترح ان معسكر منتخب يبقى في ميعاد عادي يوم 5 6 والدوري يستكمل عادي ومعسكر منتخب شغال واللعيب الدولي يطلع معسكر الصبح اه وكان احنا يعني اه ده كلام كلام تهريج يعني يعني كل واحد ما مدرب كده تعالى يا اولاد يلا عشان نلعب ماتش ايه الكلام الفاضي ده لا انت ترجع بقى احمد تشوف انه عدم منطقيه ان الدوري يخلص قبل امم افريقيا والكلام الغريب ده والاهلي بالمناسبه ما كانش كان الاول موافق هو بس له ماتش الاسماعيلي لعمل مشاكل للاهلي وده هيخليني اوصل للحجه اللي قاعد يتكلموا فيها ساعه الماتش بيراميدز ان ليه ما اعترضوش طبعا ده كلام مش مقنع وسخيف بالنسبه لي ان انا اقول كده زي ما كنت مستسخفه لما الأهلوية كانوا بيقولوا برده خلاص محمد حلمي بيقول مفيش وجهه نظر الاهلاويه مفيش اصلا سبب مقنع لاسراع لعب الجوله الاخيره غير انتهاء عرض رمضان صبحي اللي تمارد عليهم بسبب غرامه سان داونز. هو اصلا الاهلي كان عارف ان الدوري هينتهي بعد الامم وكان كل الكلام ان الدوري هينتهي بعد كاس الامم فما يجيش دلوقتي يكلمنا على الدوري ح... حين... الدوري ينتهي دلوقتي لا الدوري مش هينتهي دلوقتي مش منطقي يعني محمود شريف بيقول طب ما انت اتاجل لك يا عم ماتش الانتاج ومحدش يتكلم ولا هي علينا احنا وحش وعليك حلو لا طبعا يا محمود لكن انا بقول لك في تاجيل تحدي... تحدي... في حدود المنطقي يعني الاهلي لو اتاجلوا مثلا في وقت الدوري بتاع افريقيا ثلاث اربع خمس ماتشات ونقول حاجه بس مش ثمان ماتشات تاني حاجه الزمالك لما تاجل له ماتش الانتاج لانه عنده ماتش هيلعبوا لازم هيلعبوا قبل هيسافر المغرب فده منطقي جدا انه يتاجل له الماتش ده ده منطقي جدا وتاني ارجع اقول ان الزمالك قدر ان هو يضغط في النقطه دي لانه هو اصلا في منافس استفاد كتير قوي فمحدش يلوم الزمالك بس توقعك لماتش بركان طيب نتكلم على ماتش بركان بسرعه ماتش بركان ماتش مش سهل وانا كنت مستغرب صراحه النغمه اللي بتاعت... الحمد لله ان الزمالك خسر 1-0 صفر من 0-0 صف صفر عشان يكون استرخاء ما فيش حاجه اسمها استرخاء في الفاينل صعب جدا نشوف فريق بيسترخي في الفاينل 1-0 دايما نتيجه مؤذيه لان اول جون بيدخل فيه كتب مشكله كبيره لازم تحط ثلاث اجوان بالتالي هي نتيجه مؤذيه لكن انا مش شايف بركان فريق يصعب الفوز عليه او قصدي يستحيل الفوز عليه انا شايف ان الزمالك ما زال عنده فرصه كويسه جدا وانا باذن الله هروح الماتش يعني عشان انا مؤمن بفرصه رغم يعني انهم مش حتى مش مؤمن بفرصه انا رحت ماتش سان داونز وانا مش مؤمن بالفرصه بالتالي يعني انا م... شايف ان الزمالك عنده فرصه لكن هي م... فرصه محفوفه بالاخطار لان هو الزمالك ما في المغرب عدم تسجيل في المغرب ده كان شيء غريب ومش صح ومش كويس يعني اذا كان متوقع ان فريق صاحب الارض زي حسنات قصدي أغ... زي نهضه بركان يضيع فرص كتيره فالزمالك نفسه ضيع طبعا فرصة اقل اقل في العدد لكن ضيع فرص الفريق لما الضيف لما يضيع فرص بيبقى النادي يندم اكتر لأنه عنده ماتش كره كهرباء اوباما كان يبقى ممكن تمنهم دهب دلوقتي هنتفرج طبعا على دوري ابطال افريقيا انا عايز اشوف الساعه كام دلوقتي 11 29 انا خلاص تقريبا اللايف هيخلص بكره ان شاء الله الفاينل كاس الملك ما بين برشلونه وفالنسيا طبعا شيء مؤسف جدا ان القنوات مش هتذيعه في الوطن العربي شيء مؤسف جدا وحزين يعني ومضايقني بصراحه شخصيا لكن هو قدر الله ما شاء فعل مباراه مش سهله للفريقين مباراه بت يعني تدور في وقت روح معنويه عاليه فالنسيا روح معنويه منخفضه لبرشلونه لكن دلوقتي برده جماهير برشلونه بعد ما عرفت انه في الاغلب الفيردي مكمل مهما حصل فهتبقى هتبقى هترجع تاني تحب أن برشلونه يكسب يعني مهما حصل برده وفي بعض الناس طبعا من الاول هيحسم قررنا لا برشلونه يكسب واللي يحصل يحصل بعد كده لكن لكن هي مباراة مش سهلة، مباراة فالنسيا كل لعيبة فالنسيا دي ما لعبتش ولا نهائي في تاريخها، فأمر صعب طبعًا عليهم، ما بيلعبوش ما بيلعبوش ماتشات في ملعب محايد، فده برضه أمر مش سهل لأنه ملعب على أرضك خلاص أنت بتلعب وأنت يعني عارف جميل حواليك، بره أرضك أنت برضه بتلعب استراتيجية معينة، لكن تلعب ماتش أرض محايدة دي مش سهلة ممكن ما تبقاش سهلة على الفريق، أه ده زكريا دخلت على فالنسيا بس أنا خلاص بخلص يعني وكلام مش كتير أوي عن فالنسيا النهاردة. ربنا يكرم بكرة طبعا لكن بتمنى يعني التوفيق لزفالينسيا ده شيء مفهوم لكن أه كل الاحترام لبرشلونة أه كرة اوبيس في باما والله كان هيشيلنا يا محمود تبقى شوف اخويا علاء هو اللي دايما بيكتب أه ليه مش هيتعرض؟ أه لا هو مش هيتعرض على القنوات العربية ما في أه كان العقد بتاع ابو ظبي لنقل النهائي خلص وللاسف لم يجددوه وبي ان سبورتس تقريبا ما خدتش الماتش بالتالي ده أه عمل مشكلة يعني انه ما فيش حد أه ايه يا مريم ملعبنا ممكن صح بس يا جماعه انا خلصت كلامي هحاول اشوف اي حد عنده برضو التعليق على موضوع ال اه هتكلم بسرعه عن الموضوع القايمه بتاعت منتخب مصر القايمه يعني والله مؤسفه بجد يعني حاجه حزينه جدا في كل حاجه ممكن نتكلم فيها على موضوع القايمه وناخد وندي ونقول مروان محسن مثلا مستوى عالي شويه مقارنه بمستوى وقت كاس العالم مستواه كان مزري قبل كاس العالم في وقت كاس العالم وما طلعناش ان احنا الغلط يعني ولا احنا ما بنفهمش عن المدرب قوي ان مروان محسن سيء جدا 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 لكن في كاس الامم مروان محسن منطقي يتم ضمه مثلا لان هو تحسن مستوى نسبيا مش هقول ان هو بقى سوبر بس تحسن مستوى نسبيا لكن كلكم كله كومس هتيجي تقول لي مثلا لا كهرباء كان ينضم لا رمضان صبحي كان ينضم فيها وجهه نظر طبعا لا وليد سليمان كانوا بيتكلموا على فكره ان هو احنا بنسعى للمستقبل وبعد كده دلوقتي بقى وليد سليمان الكبير بينضم عادي في كبير في السن يعني بينضم عادي لكن كل كوم وموضوع احمد فتوح ده كوم تاني حقيقي كل حاجه ممكن تحمل وجهات نظر الناس تقول لك اه ده ينضم لا ده المدرب ليه في نظره في اللاعب لا ده مش عارف ايه لكن ما احمد فتوح موضوع احمد فتوح ده ما سمعت الاجابه بخصوص تايم سبورت ايه مش عارف تايم سبورت هي قناه ارضيه تتم فتحها للمشاهدين المصريين بس عشان خاطر يشوفوا كاس الامم فاحمد فتوح ده شيء مش منطقي الشيء ده ملعوب فيه انا اسف كلمه الشيء ده مش غريب مش طبيعي لاعب اصلا مش من الزمالك بسبب انه مش لاقي فرصه قدام بهاء مجدي يعني انا اسف على كل احترام بهاء مجدي لكن بهاء مجدي في النهايه مش لاعب كبير يعني مش لاعب قوي ومع ذلك احمد فتوح مش لاقي فرصه على بهاء مجدي يروح لسموحه يعني يقعد دور اول تقريبا كله ما يلعبش يروح لسموحه يلعب ست ماتشات منهم مش عارف اربعه اساسي ولا ثلاثه اساسي او ما يكملش اثنين منهم حاجه كده يعني باي عقل يعني باي عقل احمد فتوح يكون في منتخب مصر وحتى في القائمه الاوليه والله لو قائمه 100 لعيب ما ينضم يعني ده مش منطقي مش هقول حتى على عبد الله جمعه شايف انا مش بتكلم عبد الله اللي هو اصلا الظهير الوحيد العدل في مصر يعني حاليا على الاقل إنه كان فيه المحم... اسمه إيه؟, ايه اللي هو كان بيلعب في بيراميدز كان بيلعب في المصري وبعدين في مرم في راح بيراميدز احمدي باين ولا احمد محمدي ولا مش احمد المحمدي بتاع الباك اليمين بتاع منتخب مصر لا في في لاعب باك شمال بس مش فاكر اسمه لو حد يفكرني بيه كان لعيب كويس بصراحه كان بيعجبني لكن الـ الـ يعني قلنا عبد الله جمعه لو حتى ما فيش عبد الله جمعه في الحياه برضو موضوع احمد فتوح ده شيء لغز لغز غريب لغز غريب هو لغز محلول بالنسبه لي بس لو اتكلمت عنه قوي ممكن يترفع عليا قضيه لكن اللغز ليه علاقه بالوكلاء ببساطه يعني ده دي الكلمه اللي ما يترفعش عليها قضيه فيها او ما حدش ايوه محمد حمدي ايوه محمد حمدي شكرا محمد يا جمال محمد حمدي كان باك شمال كويس بصراحه بس هو ما خدش فرصه السنه دي او مع بيراميدز يمكن عمر جابر بدا يبقى يبقى يعني يتحسن في الباك شمال بصراحه رغم هو ما كانش مقنع بالنسبه لي انه ينضم لقائمه كاس العالم لكن يمكن اخر الدور الثاني لعبه كويس بصراحه مع بيراميدز كباك شمال احمد فتوح حسام حسن صعد عليه ناشئ صغير عنده 18 سنه احمد فتوح ده لعبه سماس روس طبعا بس انا مش هقدر اقول يعني كده وش يعني فتش على الوكلاء وخلاص لكن طبعا الموضوع مؤسف ومخزي ويخليك كده يعني تتفرج على المنتخب وانت قرفان شويه انا اسف كلمه يبقى قرفان زعلان كده انه اللي ال في ناس ما بتاخدش فرصتها وفي ناس بتخش المنتخب بالشكل ده موضوع بايخ موضوع حزين وعلى مدرب اه اه وموضوع حزين وموضوع يخليك كده بتتفرج من غير نفس شويه ما اكدبش عليكم يعني فشيء مؤسف اه وقت كاس احنا بنتكلم طبعا ونتكلم طبعا على المنتخبات العربيه كمان لانه محمد حمدي ايوه صراحه راح الجيش فعلا بس انا يعني كنت بتكلم حتى من قبل ما يروح الجيش كان هو كان هو ما كانش فرصه ما كانش بيلعب باستمرار يعني كان احمد ايمن منصور احيانا اللي بيلعب ك... لما كان بيلعبوا يعني كان ساعات بيلعب باك او ساعات بيلعب خماسي ومحمد حمدي ساعات كان بيلعب علي غزال بس م... بص زي ما قلت لك هو علي غزال كلاعب وسط ممكن مقبول يعني هو مش لعيب سيء لكن في النهايه تاخد وتدي انت بتاخد وتدي فاهمين قصدي؟ لكن احمد فتوح حاجه ثانيه فعلا احمد فتوح عمرو ورده بالنسبه لي انا مش عارف يعني انا واضح ان انا مجنون او حاجه ناس كتيره جدا مقتنعه بيه انا معرفش الناس مقتنعه بيه على ايه بصراحه لكن خلاص هي دي في النهايه وجهه بعض الناس مقتنعه بيه خلاص يعني مش ه... مش هخش في النقطه دي قوي لكن احمد فتوح ما اظنش في بني ادم واحد في العالم مقتنع بيه غير خفير أجري او حتى ممكن ما يكونش خفير أجري نفسه مقتنع بيه آه ليه لحساب الثاني بس انا كده خلصت كلامي موضوع مركاته هنتكلم فيه ان شاء الله قريبا باذن الله أنا, انا يعني انا كسول شايف الفيديوهات مع اعذروني الفيديو بتاع انتوان جريزمان ان شاء الله برضه هنشره زي ما قلت لكم عليه في كام بقى فكره كده ظراف لو عندكم اسئله او عندكم افكار حلوه لتكتيك تاك حتى ملاش علاقه بالوقت يعني ممكن تتعمل في اي وقت قولوا لي عليها يعني افكار حاجه كده حوالين كره القدم مش ضروري تكون متعلقه بوقت معين لازم انفذها بسرعه قولوا لي اي حاجه ممكن تبقى في بالكم اكتبوها لي هنا وان شاء الله انا بشوف كل الكومنتس حتى بعد ما بخلص اللايف بس انا كده خلصت كلامي يعني اتمنى كنت خفيف عليكم تقريبا عدنا نص ساعه زي ما قلت بس سيبكم على الخير واتمنى اي حد ما شافش اللايف من الاول يشوف يعني حجتي بخصوص موضوع الجدول موضوع اللامنطقيه اللي بتحصل والحاجه الغريبه جدا انه ممكن حد يقول لي انه الاهلي بيسعى لمصلحته مفيش مشكله طبعا من حق الأهل يسعى لمصلحته وحقه من وجهه نظره لكن في كلمه احنا بنسعى للتكافؤ اسف يعني واسبابي موجوده فى بدايه الفيديو اسيبكم على خير سلام